اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، معي اليوم ان شاء الله في درس جديد من بعد ما شاركت معكم من قبل المراحل كيفاش كنخدموا هاد الزليجه هذه. دابا ان شاء الله غنشارك معكم واحد الملاقيه غنعملها من هنايا ملي غنهبط من نصف الطوق لتحت. طبيعة الحال الخيط عندي مبروم على 3 ديال الشعرات اللي برا نمره 8، هي باش كنفضل انني نخدم. اول حاجه غنجي من بعد ما كنثبتوا الثوب ديالنا وكنبلوه هنايا، ضروري انكم تنبلوه على هذا الشكل هدايا. غنجي من هاد البلاصه هذه، من هاد الغرزه اللي عندي هنا واحد الغرزه، ونثبت الخيط ديالي. من بعد ما ثبت الخيط ديالي عندي هنا واحد جوج غرزات، غنهزهم، نهز الثانية، وغنجي نيشان هنا واحد الغرزة عندي عاوتاني غنضرب فيها، وغنرجع في هاد الغرزة ديالي بجوج، غنعاود نضرب هنايا في الثوب، وغنضرب هنايا عاوتاني في الثوب، غنعاود نرجع ليه في هاد جوج غرزات، وغنضرب في الثوب. دابا هنايا كيف ما شفتوا معايا نجي عندي واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة ديال الغرزات. هاد الخيط هذا وهذا كاينه بيناتهم واحد الغريزه، كاينه هنا عندي وحده هنا وحده هنا، هذه اللي عندي هنايا غنجي وغنضرب فيها المفتاح على هذا الشكل، وهذا الخيط نخليه داير من هذا الاتجاه. غنجي نعمل بحال هذا الشكل هدايا، غنخلي الخيط على نفس البلاصه، وغنجي هنايا عاوتاني نفس الشكل، نحسب واحد جوج، هذه هي الثانيه، وغنطلع لي برا على هذا الشكل. صافي غنخلي هذا الخيط هذا هنايا، وغنجي وغنضرب هنايا في الثوب. من بعد ما ضربت في الثوب غنجي هذا الخيط هدايا غنعمل فيه جوج غرزات على هذا الشكل، وغنضرب هنايا في الثوب. دابا ملي غنكون راجعه غنجي واحد جوج، عندي هنايا الثانيه، وغنجي نعمل بهذه الطريقه ثاني نفس الشكل هنايا، غنجي واحد جوج، ونضرب هنا في الثوب، وهذا الخيط هدايا غنضرب فيه جوج غرزات، وثاني نجي هنا دائما كنضربوا في هذا الخيط جوج غرزات، ثاني نفس الشكل كنحسب من هنا واحد جوج، وغنجي وغنضرب ليبرا. من بعد كنجي لهذا الاتجاه، وكنضربوا من بعد في الثوب، او من بعد كيف ما قلت لكم دائما كنضربوا في هدايا جوج غرزات. صافي كنبقاو ماشيين على هذا الشكل حتى كنكملوا الهبطه ديالنا،
وبالنسبه اللي بغات تخدم غير بحال هادي شي قفيطين خفيف ولا شي حاجه ديال الدار، راه يمكن لها تخدمها بلا نصف طوق. يعني ملاقيه خفيفه صراحه كتجي مزيونه. كنتمنى انكم تجربوها. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تبارطاجيوه باش الكل يستفد. هانتوما كيف ما شفتوا الخدمه ديالنا كيف كتجي، كتجي لنا على هذا الشكل. انا غنبقى مستمره حتى غنكمل الهبطه ديالي كامله. انتما كيف ما شفتوا معي كي كتجي الملاقيه ديالنا، هانتوما كيف ما شفتوا يعني الشكل ديالها كيف كيجينا، تيجينا على هذا الشكل هذا. يعني من بعد ما كنكملوها طبيعة الحال كنكونوا صبناها وديناها للمصبانه باش تصلح، كيجينا الشكل ديالها على هذا الشكل. صراحه كيف ما قلتكم كتجي ملاقيه خفيفه ومزيونه. هذا هو الشكل اللي كنت سبق لي وشاركته معكم من قبل. من بعد ما كنكمل نصف الطوق ديالي بطبيعة الحال كندوز له الدرس على هذا الشكل هدايا. شكرا على المشاهدة والمتابعة ديالكم، ونتلقاو ان شاء الله في درس اخر. كيف ما قلت لكم ما تنسوش انكم تبارطاجيو معكم الفيديو باش الكل يستفد.